ده يعني وردة يعني وردة. البطاقات فيها ناس أموات بيصرفوا وفيها ناس وفي أحياء أحياء بيتكتب إن هم تمام، بس ده وارد، بس إن شاء الله نحلله مشكلته إن شاء الله. طيب نكمل بقى تحديات وزير التموين، لأنه تحديات. بنتكلم على الوزارات الخدمية اللي هيحس بيها المواطن بشكل مباشر، يعني مش عايزة أقول بشكل سريع أستاذ كرم، عشان برضو نبقى مع الناس موضوعيين، إنه مش فجأة تغيير وزاري حصل النهاردة يحلفوا يمين بكرة أو بعده، فبعد 3 أيام على الأسبوع الجاي تبقى الدنيا وردي، لا يعني إحنا لازم نبقى متفاهمين الأمور أكتر من كده. ما هو الراجل يعني حظه كده بقى إن جاي في فترة حرجة. أيوة. فالمفترض زي ما كان الأستاذ بيتكلم إن تبقى في رقابة شعبية نساعده. حالات الفساد وحالات التسيب دي تبقى في رقابة شعبية نساعد أجهزة الدولة في أنها تحكم السيطرة على المنافذ اللي بتتسرب منها السلع. ده أمر. الأمر الثاني، إحنا داخلين على رمضان، ليه ما نتبناش دعوة يعني أن رمضان السنة دي بلاش موائد الرحمن، بلاش عزومات، بلاش موائد، ما في ناس بالعكس ده في ناس غلابة كتير. أوصل لهم ده، أوصل أستبدل ده، يعني أستبدل ده بإيه؟ إن في شنط بتتعمل تكفي الشهر كله بدل وجبة. يعني بلاش الوزارات الدعاوي اللي بتتعمل، دعاوي الإفطار اللي بتنفق عشرات الآلاف من الجنيهات، إحنا مجموعة أصدقاء في العمل عايزين نفطر مع بعض، نفطر على حسابنا. ونخصص ده. إيش مجموعة أصدقاء يا فندم؟ دي ناس كده عاملاها يعني مائدة. بقول لو احنا بقى عايزين نفطر مع بعض، بتتكلم على المؤسسات وزارات ولا بتتكلم على العمل العام والاعمال الخيريه؟ والله انا بتكلم على الكل، يعني اذا كان هناك راجل اعمال كبير ها بدل ما يعمل، لا ده في ناس طبيعيه هي كمان اللي بتعمل ده. يعني اولا الوزارات، كل وزاره بتعمل يعني الافطار الرمضاني وبيمشوا ورا بعض. الوزارة عمل وبتنفق مبالغ كبيرة جدا، ومع غلاء الأسعار هتبقى في مبالغ كبيرة، مثلا بيبقى رجال الأعمال والقادرين بيعملوا ده. طب احنا نتبرع بدل ما بعزم واحد على وجبة أو بجيب ناس مش محتاجة الفطار أساسا لكن بتيجي كنوع من المجاملة، نتبرع بالمبلغ ده نعمل شنط أو بتاع ونوصلها للناس دي في أماكنها عشان نخفف عليها أعباء المعيشة في رمضان. وبعدين يعني بلاش بقى يعني نعتبر ان السنه دي عام ازمه، نعدي كده مرحله الصبر، نعدي مرحله الصبر دي ويبقى في تكافل اجتماعي بشكل او باخر، نقل الزينات والاحتفالات، وبعدين الجوامع تشتغل بقى على فكره ترشيد الاستهلاك. رمضان مش معناه اننا البعزقه لكن بالشكل ده. بنؤكد على ان احنا محتاجين زياده في التكافل، زياده في التكافل. انا بس خفت كلام حضرتك يفهم غلط، يعني لا لا لا، مع المجهود اللي بتبذله الدوله في يعني توفير سلع بأسعار معقولة للناس ممكن نعدي الشهر ده بأمان من غير مشاكل، وده اللي مطلوب الحقيقة الفترة دي. أستاذ رأفت اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة